السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفات صوفيا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو غنقدم لكم فوائد هذا الزيت الأفوكا المشهورة جدا، وكذلك عن تجربة من بعد ما حصلت على نتائج مرضية حبيت نشاركه معكم. هذا الزيت الأفوكا في عديد من الاستعمالات بالنسبة للبشرة والشعر والصحة. بالنسبة للشعر كيحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات اللي كيحتاجها الشعر، وكيتميز بواحد الفوائد مذهلة اللي كيخلي الشعر أكثر صحة ولمعان وجمال. كيحميه من أشعة الشمس وما كيخليهش يتكسر، كيقويه وكيرطب حتى الجذور ديال الشعر وكيزيد يطولو. هاد زيت الأفوكا من أسهل الزيوت اللي كتمتصها فروة الرأس، وكيهنيك حتى من الحكة إلا كانت فيك. كيفية استعمال هاد الزيت؟ كترشي قطرات على يديك ثم كدهني شعرك بلا ما تلمسي الجذور، وما كيهمش إلا كان شعرك جاف أو مبلول، المهم يكون نظيف باش يعطي المفعول ديالو. بالنسبة للبنات هاد الزيت بالنسبة للبشرة المنافع ديالها كيزيل الجلد الميت، كيعالج حروق الوجه اللي كتسببها لك أشعة الشمس، كيشد الوجه وكيحميه من الشيخوخة وظهور التجاعيد، وكيعطيه واحد النضارة واحد الجمال. وكذلك بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الإكزيما فهو هاد الزيت هذا كيعالج الإكزيما، وما غتندموش لأن هاد الزيت هذا عن تجربة وفعال بزاف وعجبني وانا تقاسمته معكم. وباش ما ننساش حتى المرأة الحامل حتى هي دهن به كرشها، راه مزيان مزيان ومفيد بزاف. كيف قلت لكم جربته حتى انا فاش كنت حاملة وصدق معايا مزيان والحمد لله. وشكرا بزاف وكنشكركم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة وتدعموني باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.